أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.